فوجئت بصدور أحكام ومواقف تهم موضوع اللغة الفرنسية في القناة الثانية إن بنت على قراءة غير دقيقة لما جاء في ضفائر التحملات، وخاصة المادة 9 والمادة 32 والمادة 47 المرتبطة بإذاعة دوزير. المغرب أرسى نظام ديال الانفتاح، الفرنسية الآن معطى لغوي على مستوى بلادنا. ما حصل وهو تدقيق هذا الجانب. نشرة اللغة الفرنسية الآن بيد القناة تحدد المواعيد ديالها كما جاء في دفتر التحملات، باستثناء أن النشرة ديال 9:45 ستصبح موعد إخباري باللغة العربية للنقاش. أما تحديد توقيت نشرة اللغة الفرنسية فهو متروك لإدارة القناة لتحدد الوقت المناسب الذي يراعي احتياجات المغاربة المقيمين في الخارج، وكذلك انتظارات المغاربة الذين يتطلعون لمعرفة ما يجري بلغات أجنبية. في الحقيقة أيضا هذا الموضوع تعرض لواحد التضخيم كبير. هذا كإجراء عادي، الدستور فصل 32 منه أقر الحماية القانونية للأطفال جمهور الناشئ. تم إرساء هذا الأمر على مستوى دفاتر التحملات فيما يخص أخلاقية الإشهار عبر الاستفادة من التوجه الذي ظهر عالميا من مجلس الأعلى للسمع البصري في فرنسا في ماي 2010، البي بي سي في ماي 2011، أقروا مقتضيات مشابهة فيما يخص حماية الجمهور الناشئ في علاقته بألعاب الحظ والينصب.